الله الرحمن الرحيم، راح ناخذ موضوع جديد اللي هو الويب بيرنج والويب باترنج بالأماكن اللي يكون بيها الحمل المركز عالي، يعني مثل رد الفعل مالت المسند. يعني رد الفعل هو أيضا يعتبر حمل الاتجاه الثاني، أو عندما يكون عمود مسند على البيم خلال يعني الفلانج مال التبييم، عمود مسند بصورة مباشرة، فممكن أن يعني يصير عندنا نوعين من الفشل اللي هما الويب بيرينج والويب باكلينج، مثل ما موضح هذه الأشكال. ويب بيرينج قد يصير عندنا بيرينج في النقطة القريبة أو نقطة التقاء ما بين الويب والفلانج، يصير بالويب باعتبار يعني عادة أنه سمك الويب يكون أقل من سمك الفلانج، أو يصير عندنا من المحتمل يصير عندنا ويب باكلينج، انبعاج بالويب نفسه. فلازم يعني نشيك هذه النوعين من الفشل بحالة الأحمال المركزة الكبيرة، قلنا سواء يعني أحمال مسلطة عن طريق عمود أو جسر ثاني مسند على البيم مالتنا، أو يعني رد الفعل إذا كان رد الفعل عالي، ورد الفعل عادة هو حمل مركز بالاتجاه الثاني. قبل لا نروح إلى حسابات الويب بيرنج كاباسيتي والويب باكلينج كاباسيتي، يحتاج ان نتعرف على الستيف بيرنج لينث، يعني نعرف شلون نحسب الستيف بيرنج لينث، لان التشيكين يحتاجون يعني نحتاج بيهم الستيف بيرنج لينث اللي هو البي 1، واللي هو بعد يكون موازي للطول للمحور الطولي مالت البيم، يعني بعد ويا طول البيم موازي له، اللي من خلاله يعني راح ينتقل الحمل على الوجه الخارجي مالت الفلانج. فإذا كان الحمل جاي ينتقل عن طريق سوليد بليت، يعني خالين بليت على الفلانج مالت البيم مالتنا، ومن خلال هذه البليت هي اللي جاي تنقل الحمل، فالبعد مالت هذه البليت هو يمثل لنا البي 1 نفسه. اما اذا كان اللود جاي ينتقل من خلال اي سكشن او اتش سكشن، يعني الاي او الاتش مباشرة صاير على البيم مالتنا ومن خلاله جاي ينتقل الحمل المركز، فهنا البي 1 ممكن حسابها من المعادلة التالية: البي 1 يساوي تي سمول زائد 1.6R زائد 2 تي كابتل. T small اللي هي سمك الويب web thickness، R root radius، والT capital هي سمك الفلانج. طبعا هنا أنا سمك الويب والroot radius وسمك الفلانج، هنا هذه المعلومات خاصة بالبيم اللي ينقل الحمل للبيم مالتنا، وليس البيم اللي احنا جايين نشيكه او اللي احنا صممناه سابقا المفروض للبيندينج وللشير وللديفليكشن، وجاي تشيك للويب بيرنج والويب باكلينج. فمن نحسب البي 1 هذه المعلومات ليست معلومات البيم اللي جاي تشيكه او البيم اللي جاي نصممه، وانما هذه معلومات الاي او الاتش سكشن، يعني أو العمود اللي من خلاله جاي ينتقل الحمل. فيعني دائما المفروض ننتبه حسابات البيوان، ما ناخذ معلومات البيم اللي جاي نشيكه ونصمه، وإنما ناخذ معلومات البيم أو الكولوم اللي جاي ينقل لنا الحمل. الآن بعد ما عرفنا كيفية حساب البيوان، قلنا إذا كانت عن طريق البليت فهو بعد البليت، وإذا كان عن طريق الحمل ينتقل عن طريق كولوم أو بين I أو H section، فبي 1 من خلال هذه المعادلة يتم حسابها. الآن نجي كيفية حساب الويب بيرنج كاباسيتي. الويب بيرنج كاباسيتي بي سب بي دبليو ممكن أن نحسبها من المعادلة التالية اللي هي بي 1 زائد الـ M في الـ K، الكل مضروبة في سمك الويب في BYW. البي 1 الستيف بيرنج لينك اللي تعرفنا على كيفية حسابها، الان تساوي لنا 5 اذا كان التشيك مو بنهاية المنبر مالتنا، مو بنهاية البيم، يعني
شيء احنا نركز منتصف البيم، ربع البيم مو قريب من النهاية، فناخذها 5. إذا كان التشيك مالتنا قريب النهاية أو جاي نشيك مسند، فالان تساوينا 2 زائد 0.6 في البي اي على كي، وهمين يعني شرط أن تكون أقل من 5. إذا طلعت أكبر من 5 معناتها إحنا بعيدين عن النهاية، فنرجع ناخذها 5، يعني كل الأحوال الآن ما تصير أكبر من 5، نرجع يعني نعيدها الآن 5، حالة أنه إحنا مو قريبين على نهاية البيم، وإذا قريبين على نهاية البيم فالآن تساوينا 2 زائد 0.6 في البي إي على الكي، ولازم تكون أقل أو تساوي 5. هسه ظهرت عندنا البي إي، لازم نعرف شنو هي البي إي. البي إي هي المسافة من نهاية المنبر إلى أقرب حافة مالت ستيف بيرنج، من نهاية المنبر إلى أقرب حافة مالت ستيف بيرنج، وهسه راح نشوف شلون يعني نوضحها بالشكل لاحقا. الكي تساوي لنا السمك الفلانج زائد الار الروت راديوس مالت الاي او الاتش سكشن، هاي بالنسبة للاي والاتش سكشن، طبعا هاي كلها المعلومات للبيم اللي جاي نشيكه او العمود اللي جاي نشيكه بعد ما لنا علاقة بالبيم اللي ينقل الحمل. البيم اللي ينقل الحمل معلوماته فقط حساب البي 1 الستيف بيرنج لين. التي هو سمك الفلانج والار الروت راديوس، التي سمول هو سمك الويب مثل ما نلاحظ بهذا الشكل التوضيحي. هذا البيم مالتنا جاي نباوع من الجانب، البيم اللي نريد نشيكه، وهنا الحمل جاي ينتقل من خلال بيم اخر، فمن نحسب البي 1 ناخذ معلومات البيم اللي جاي ينقل الحمل وليس البيم اللي احنا نريد نشيكه للبيرنج وللبطنك. بالنسبة للبي اي قلنا اذا كنا قريبين من الحافة بحسابات الان نحتاج البي اي، فالبي اي هي من نهاية المنبر مالتنا اللي جاي نشيكه الى بداية البي 1، هذه هي المسافة هي البي اي. مثل ما قلنا كل المعلومات السابقة اللي بمعادلة حساب أو اللي تتعلق بمعادلة حساب الويب بيرنج، كل هذه المعلومات والمعلومات اللي تدخل حساب الكي أو الان يعني كلها تخص البيم اللي جاي نشيكه أو اللي جاي نصممه. طبعا هنا أنا بعد ما نحسب بي سب بي دبليو الويب بيرنج كاباسيتي، اكيد لازم تكون الكاباسيتي اكبر من القوة المركزة المسلطة. اذا كانت اصغر فمعناتها البيم راح يصير بي فشل بالويب بيرنج، فهنا أنا نقدر بدون ما نغير المقطع ناخذ مقطع اكبر سمك ويب اكبر، نقدر نخلي ويب بيرنج ستيفنرز تقويات بالنسبة للبيرنج، يعني نقدر بالتوصيات انه نخلي استخدام ويب بيرنج ستيفنرز، يعني مو نوصي انه نستخدم مقطع اكبر وانما ويب بيرنج ستيفنرز ار ريكوايرد. نيجي الان للويب باكلينج كاباسيتي بي اكس، بي اكس تساوي لنا 25 ابسيلون في تي سمول على تحت الجذر بي 1 زائد ان كي الكل في بي، كل هذه مضروبة في الويب بيرنج كاباسيتي. فمثل ما جاي نشوف انه احنا بحسابات الويب بطلن كاباسيتي راح نحتاج للويب بيرنج كاباسيتي، فيعني احنا مضطرين ان نحسب الويب بيرنج كاباسيتي او نشيكها قبل لا نشيك الويب باكلينج كاباسيتي. طبعا الابسيلون مثل ما نعرف هي الجريد مالت الستيل
على الديزاين سترين. هنا طبعا على فرض احنا ماخذين الجريد 275، في 275 على الديزاين سترينث، ومثل ما اعرف الديزاين سترينث بحسب تيبل 9 بالبي اس 5950 راح تعتمد على السمو، كان ما تبقى نفسها الجريد او تبدي تقل اذا زاد السمك عن 16 الى 41، او اذا زاد السمك عن 40 ايضا تبقى تقل. فهنا هي الجريد على الديزاين سترينث، وهنا ماخذين احنا على سبيل المثال ال 275 عن الكل اس نصف او تحت الجذر. يعني إذا كنا نشتغل على جريد آخر فهذه مو 275، يعني مثلا إذا كنا نشتغل على جريد 355 فهنا أنا راح تصير 355 على الديزاين سترينث، أو إذا كنا نشتغل على جريد 460 فتصير 460 على الديزاين سترينث، مثل ما مكتوب هنا إذا كان الجريد 275 فهو 275 على الديزاين سترينث. ال D small هو ال depth مالت ال beam web، وال B sub BW مثل ما عرفنا هي ال web bearing capacity. طبعا ايضا هاي المعادلة اذا كان يعني اللود اللي جاي نشيكه بعيد عن حافة البيم، اذا كنا جاي نشيك انه concentrated load قريب عن حافة البيم اللي هو مثل الـ support reaction، فهنا نحتاج ان نضيف reduction factor. طبعا نعتمد على تشيك المسافة AE، الـ AE هي المسافة من اللود او الرياكشن الى اقرب حافة لل منبر مالتنا اللي جاي نشيكه. فإذا كانت هذه الـ AE أقل من 0.7D، يعني أقل من 70% من ارتفاع الويب، فهنا لازم نضيف reduction factor للمعادلة مالتنا. الـ reduction factor يتمثل بهذه المقدار اللي هو AE، المسافة اللي هي قلنا أقل من 0.7D إذا كانت أقل من 0.7D، زائد 0.7D على 1.4D. إذا كانت المسافة AE أكبر من 0.7D فماكو داعي لهذا المقدار، يبقى المعادلة فقط مثل السابق 25 إبسيلون تي سمول على تحت الجذر B1 زائد M في الكي كل في D في الويب بيرنج كاباسيتي. مثل ما نشوف الـ AE هي المسافة من حافة البيم إلى مكان تسليط الحمل واللي هي منتصف المسافة B1 stiff bearing length، أو إذا كنا جاي نشيك هذا مو الـ reaction يعني حمل مصلى من اتجاه ثاني أيضا من منتصف الـ B1 إلى الحافة. طبعا هاي المعادلات تكون بالنسبة للفلانج اللي ما ممكن ان يصير بيها، او يعني مقيدة بالنسبة للروتيشن relative to the web، يعني الفلانج ما يصير بيها دوران نسبة الى الويب، ولا يصير بيها lateral movement نسبة الى الويب. يعني مثل هذا الشكل انه الفلانج ما ممكن ان تفتر هالشكل، تكون مقيدة وآمنة الى هذا الدوران ولا ممكن ان تتحرك نسبة الى الويب. يعني مفروض هذه التقييدات موجودة. يلا احنا نشيك الويب بيرنج والويب باكلينج. طبعا اذا كانت الفلانج ما مقيدة بالنسبة لهذه الحالة أي اللي هي روتيشن، ولا الحالة بي اللي هي lateral movement، فهنا لازم أيضا المعادلات مالتنا راح تكون غير فعالة. فأيضا تقليل آخر لازم يتم للويب باكلينج كاباسيتي حسب ما موجود بالفقرة 4531 من
بي اس 5950.